اهلا بيكم مره تانية، وما زلنا معاكم اكيد في تغطيتنا الحيه والمباشره لما يحدث في شرم الشيخ ومنتدى الشباب من هناك. ونروح لزميلتنا الهام نمر على الهواء مباشره. اتفضلي الهام. طيب احنا الصوت لسه يعني مش في احسن حالاته، لكن هنرجع تاني مرة اخرى لزميلتنا الهام نمر فور اصلاحه. لكن معانا في الاستوديو استاذ محمد شعير الكاتب الصحفي بجريدة الاهرام، يتابع معانا عناوين الصحف. صباح الخير يا فندم. اهلا. صباح الخير استاذ محمد. عندنا طبعا كل عناوين الصحف والمنشطات الرئيسية بطبيعة الحال عن منتدى شباب شرم الشيخ. صحيح. البداية من الاخبار، السيسي في افتتاح منتدى شباب العالم بحضور زعماء وفود 52 دولة، مكافحة الارهاب حق من حقوق الإنسان، أدعو شباب العالم للحوار على أسس موضوعية متجردة من الانحياز، شباب مصر فرض إرادته وحافظ على هويته وحضارته وإرثه الإنساني. إيه أكتر الجمل اللي لفتت انتباه حضرتك امبارح في كلمة الرئيس في افتتاح شرم الشيخ؟ الحقيقة هو كان في أكتر من يعني معنى تحدث عنه الرئيس. يمكن مسألة حديثه عن أنه مسألة مكافحة الإرهاب هي أيضا حق من حقوق الإنسان، يمكن دي المسألة الحقيقة يعني تبدو هي بديهية. أظن أن الرئيس كان يقصد أنه الدفاع عن أمن الإنسان وعن حياته هو أيضا حق، أو هو ربما هو الحق الأول من حقوق الإنسان قبل تلك الحقوق الأخرى التي تركز عليها بعض الجهات والمنظمات اللي هي بتتحدث عن الحقوق السياسيه وغيره وكده، بدون ان تراعي ربما هو الحق الاول وهو الحق في الحياه. اظن ان هذا هو ما قصده الرئيس، وتحدث عنه عن هذا المعنى قبل كده اكثر من مره. الحقيقه كمان لا يعني لفت نظري بشكل عام اجواء التجمع الشباب من مختلف الثقافات والدول، وكمان كان امر لافت جدا وحتى في اجواء يعني مؤثره شويه مسألة الاستعراض اللي هي التجارب السيئة بالنسبة لل يعني بعض البلدان، ويتحدث عنها شباب من العراق بالتحديد ودول أخرى. ده أيضا يعني ربما يعني يضع الشاب المصري أو الإنسان المصري في الأجواء ما يجري في المنطقة يعني. أكيد احنا هنرجع تاني نكمل مع حضرتك، لكن نروح مرة تانية لزميلتنا إلهام نمر ومعانا من جديد من شرم الشيخ. تفضلي. أكيد هيكون لينا وقفة تانية معاكي في موقع الحدث من شرم الشيخ لتغطية منتدى الشباب. وبرجع مرة تانية للاستوديو مع ضيفنا في فقرة الصحافة أستاذ محمد شعير الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. أهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا بحضرتك. نروح بقى لعنوان جريدة الأهرام، شباب العالم يستعرضون تجاربهم في مواجهة الفقر والحروب والإرهاب. قبة شرم الشيخ تشهد فعاليات افتتاح منتدى شباب العالم وسط حضور الفي مدعو. يعني إلى أي مدى حضرتك شايف أنه فكرة المصارحة اللي قدمها شباب من دول مختلفة من العالم كانت ناجحة في أو أضافت لنجاح حفل الافتتاح؟ التجارب اللي سمعناها سواء من العراق سواء من اليمن. صحيح. أو من أفريقيا، إلى أي مدى نجحت أكتر حفل الافتتاح؟ يعني بالتأكيد أستاذة منى المعرفة بتدي يعني قوة أكثر عند اتخاذ القرار. لما يعرف الشباب والكبار أيضا من المواطنين المصريين تجارب دول أخرى بالصوت والصورة، وفي يعني أشخاص بشكل حي بيتكلموا قدامهم، بل بالعكس ده هيحتكوا بيهم ويقابلوهم في جلسات المؤتمر ويستمعوا منهم، ده هيعرف من لم يعرف بعد من الشباب وغير الشباب في مصر طبيعة أوضاع المنطقة، المعاناة الإنسانية في المنطقة. من ضمن أهداف المؤتمر أيضا مواجهة مسألة اللاجئين، اللي هي دي يعني إحدى أو أحد أهم الملفات وأخطر الملفات في المنطقة العربية حاليا في سوريا وغيره ودول كثيرة. بيؤسفنا أن احنا دلوقتي يمكن الأكثر النسبة الأكبر من اللاجئين هي من المنطقة العربية. لما هذا
احتكاك يحصل بتزداد معرفة الشاب المصري، وكمان بتزداد معرفة الشاب العربي ان هو يعرف من لم يعرف منهم من العرب وغير العرب حتى، لانه طبعا في ضيوف 2000 مدعو بالفعل، يعرف يسمع من ابناء مصر التجربة السياسية المصرية الجديدة ما بعد 30 يونيو، ما اذا كان متأثر باي ابواق خارجية تسيء الينا بيحكم من خلال سوشيال ميديا او من خلال افكار نظرية ليست مرتبطة تماما يعني بشكل كبير بالواقع، فبيسمع ان احنا نسمع بعض. ده قبل كده مؤتمرات الشباب الاكثر من مؤتمر اللي حصل قبل كده جولات ليها كان من الشباب المصري، فكنا بنقول نسمع بعض وان الحكومه تسمع الشباب والشباب يسمعوا الحكومه وراس الدوله رئيس الجمهوريه نفسه. الان يعني توسعنا اكثر، اصبح ان احنا يعني زي ما شعار المؤتمر ونيد تو توك، ان احنا عايزين نتكلم كمان مش بس داخل مصر، ده في أطر أوسع سواء بالنسبة للمنطقة العربية أو غيره. المعرفة مفيدة في اتخاذ القرار، ما نحكمش من خلال فيسبوك، من خلال تقارير قد يبدو بعضها مغرض أو غيره، نسمع. ومش بنقول إن إحنا ما عندناش مشاكل، إحنا عندنا مشاكل ما زال في تجربتنا السياسية، لكن الشعوب والأوطان لا تتغير بالتأكيد في يوم وليلة، وماشيين في مسارنا. المهم هو الأمل، المهم إن إحنا ننظر إلى الجانب الإيجابي زي ما بننظر للجانب السلبي، إنما المسائل اللي هي الحنجورية والشعارات فقط لن تقودنا إلى الأمام أبدا. بس هو مهم برضو إنه في هذه اللقاءات بيكون في مصارحة وبيكون في قدر كبير من صحيح السقف العالي طبعا. وقضايا يمكن ما بنطرحهاش طول السنة بتطرح فيه، وبيبقى فيه حرية في التعبير عن الرأي فيها. بالظبط بالظبط، وده حقيقي بيحصل، حصل شفناه، كنا بنشوفه جميعا على الهواء مباشرة في الجلسات المؤتمرات السابقة، وبالتأكيد هيحصل شبيهه في هذا المؤتمر. واللي حضرتك ذكرتيه ده بنفسه أستاذة منى بيرد على من قد يقولون، وهم بيقولوا بالفعل إنه إيه أهمية هذه المؤتمرات وليه الإنفاق الكبير وإيه الألفين مدعو، وده الحقيقة كلام يعني ترهات، لأنه هي المسألة مش كده. صحيح مصر فيها مشاكل وعندنا مشاكل اقتصادية وغيره، ولكن ليس معنى هذا ان احنا ننكفئ على انفسنا وان احنا خلاص نتحول لدولة يعني في حدود محيطها وحدودها داخل حدودها فقط، ده لا ليس هناك عقل يمكن ان يقول هذا يعني. طيب خلينا نروح لجريدة الجمهورية. السويس عاصمة الشرق، المنتدى يختار المدينة الباسلة لتاريخها العريق ومواردها الغنية، ثلاث مناطق صناعية عملاقة، 2000 مصنع و75 منتجع سياحي، 5 موانئ عملاقة تدار إلكترونيا، ثلث إنتاج مصر من البترول، 10% من التجارة العالمية يمر بخليج السويس. واضح ان ده محور من محاور المنتدى. صحيح. وبيركز على مدينة السويس بشكل خاص، وبيربطها اكيد بقناة السويس الجديدة بالزبط. وبالمشروعات التنموية اللي هتتعمل في المكان. بالظبط، هو كمان الحقيقة اختيار السويس بالتحديد كعاصمة للشرق ده في إشارة مهمة جدا زي ما ذكرت عناوين جريدة الجمهورية، انها الجمع ده ما بين التاريخ العريق وما بين الموارد الغنية. التاريخ العريق اللي هو النضال السياسي، يعني الإشارة ننظر إلى الرمزية أيضا، اللي هو النضال السياسي والتحرر من الاستعمار. السويس مدينة باسلة دفعت ثمن كبير الحقيقة، وكل التحية لأبنائها ودماء الشهداء فيها. ده المحور الأول أو الشق الأول. الشق الثاني والرمزية الثانية اللي هي انه الان اصبحت، وده سبب اختيارها، مدينة للتنمية، في البترول والمصانع والتنمية وغيره والتركيز عليها، واصبحت زي ما حضرتك ذكرتي جزء من مسألة محور قناة السويس. هذا الجمع اللي هو انه نحن هو ده الحقيقة قدر مصر دائما، انها بتحارب على جبهتين، حرب اما حرب التحرر وتحرير الارض زي ما ذكرنا في السويس، او حرب الارهاب الدفاع عن أمن الإنسان، مع الشق الثاني اللي هو حرب التنمية. ما بنمشيش في مسار واحد، وده الحقيقة اللي بيحدث حاليا، وهو ده خصوصية اللحظة اللي هي بتخلينا ان احنا نتحمل بعض الأمور اللي هي قد لا تكون مناسبة في الأوضاع العادية. تمام. طيب خلينا نروح لزميلتنا شروات حمدي في موجز أخبار التاسعة، من بعده نرجع تاني.
أهلا بحضراتكم مرة تانية، ونرجع من جديد لمتابعة فعاليات منتدى شرم الشيخ للشباب. ومعانا في الاستوديو أستاذ محمد شاعر الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، بنطالع معاه عناوين صحف القاهرة. نروح لصحيفة الأخبار. 3.4 مليار جنيه دعم للسلع التموينية وفروق نقاط الخبز. المالية تخصيص 117 مليون دولار لاستيراد 525 ألف طن قمح. صحيح. ايه انطباعات حضرتك عن هذه المعلومات؟ ده يعني استكمال يمكن اللي كنا لسه بنقوله، انه بالنسبه لمناسبه عقد مؤتمر شرم الشيخ للشباب، انه عقد مثل هذه المؤتمرات لا يمنع ولا يعني ياخذ من يعني ميزانيه الاموال الدوله اللي هي رايحه لاكل الناس وطعام الناس وحياه الناس. المساله مش كده، ومش بهذه البساطه والتسطيح. واذا كان انه مثلا الدوله اتخذت اجراءات اقتصاديه للاصلاح الاقتصادي لرفع الجزئي للدعم بالتدريج، فاحنا بنشوف اهو انه في بعض الملفات معينه اللي هي السلع التموينيه والخبز وغيره بيظل الدعم فيها بشكل كبير، 3.4 مليار جنيه، لان ده مرتبط بطعام الناس. ده كله ملف يعني من ملفات ملف التمويني ده، الحقيقه بنرى يعني اهتمام كبير من الدوله بيه عشان ما نرجعش بقى تاني زي ما كنا بنشوف في فترات سابقه لازمات الخبز والبوتاجاز والحاجات زي كده كلها. لا يعني في اهتمام بانه بنزع فتيل اي ازمات حتى يبدا ظهورها، والدوله ماشيه بشكل جيد في هذا الملف. تمام. من جريده المصري اليوم، بدء اجتماعات هيئه مياه النيل بين مصر والسودان. وزير الري يطالب بوضع استراتيجيه مقترحه للسنوات العشر المقبله واليه تفعيلها. ملف النيل الحقيقة ملف من الملفات اللي ممكن ما يبقاش عندنا معلومات كافية عنه، الإعلام مش بيهتم بيه إلا لما يكون فيه اجتماع بعينه. أيوة. من متابعة حضرتك ليه، هو وصل لأي مرحلة في الوقت الحالي؟ هو طبعا ملف النيل ده ملف مهم جدا وشديد الأهمية والخطورة، ويمكن لهذا السبب فيمكن الدولة يعني لا تفصح كثيرا عن بعض الخطوات اللي بتتخذها في هذا الملف، في الإعلام بالذات فيما يتعلق بمسألة سد النهضة أو غيره. لكن ده لا يعني إنه مفيش خطوات دبلوماسية وإجراءات بتتخذ على أعلى مستوى. بس طبيعة مثل هذه الملفات، أنا يعني برغم إن احنا هو إعلاميين وصحفيين ونميل إلى الكشف والمعرفة دايما، لكن أحيانا أنا بقول على مسؤوليتي انه احيانا لما بتدخل الاعلام في بعض الملفات قد يفسدها ولو بحسن نيه. انه الكشف يكون يعني التغطيه الاعلاميه تكون اما قبليه او بعديه، يعني بعد ما ان شاء الله يتم حل هذه الازمه او هذا الملف، لانه شديد الخطوره وما ينفعش يبقى فيه. احنا شفنا يمكن ممكن ربما تصريح يقال يفسد علاقه بين دولتين، وفي مثل هذه المساله بالتحديد لا يجوز هذا. وزاره الري او وزير الري بيتكلم عن المطالبه باستراتيجيه للسنوات العشر المقبله، بس الحقيقه انا اعتقد انه هذا الملف يعني ملف بالذات النيل وسد النهضه وكده لم يعد يعني بشكل كبير في حوزه وزاره الري، يعني تمام. في اجهزه اخرى بتتحدث في هذه القصه بالتنسيق بالطبع مع وزاره الري، لكن جيد ان احنا يبقى لينا تواصل مع السودان بالتحديد في هذه المساله. تمام. انا بشكر حضرتك جدا استاذ محمد شعير الكاتب الصحفي بجريده الاهرام، شكرا لوجودك. شكرا استاذ منير، ميرسي جدا. لسه مستمرين مع حضراتكم في هذا الصباح، فاصل قصير نعود لمتابعة تغطيتنا الحية والمباشرة لمنتدى الشباب في شرم الشيخ.